بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا يعني ابدأ بتقديم التعزية او التعازي في بطل من ابطال مصر ورجل من رجال مصر المخلصين جدا جدا، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والقائد العام ووزير الدفاع والانتاج الحربي. والحقيقة إن المشير حسين طنطاوي توفى النهاردة في يوم وفاة بطل آخر من أبطال مصر هو الزعيم أحمد عرابي. ويعني إحنا أعلنا طبعا الحداد الرسمي الوطني يعني بهذه المناسبة يعني، وأيضا أطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية يعني تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. وأنا يعني اسمحوا لي أقول لكم نبذة صغيرة جدا عن معرفتي به شخصيا. يعني في فترة تولى فيها مسؤولية هائلة في فترة من 2011 وحتى تسليم السلطة بعد الانتخابات اللي تمت في 2012. الفترة دي كانت فترة صعبة وقاسية جدا، وأقدر أقول بأمانة وشهادة للتاريخ انه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وبتفاني شديد وبحكمة شديدة جدا، أدت ان بفضل الله سبحانه وتعالى ان الدولة المصرية اللي كانت معرضة للانهيار والحرب أهلية كاملة انها تعبرها بأقل حجم من الأضرار اللي ممكن تقابل دولة في مثل هذه الظروف. وأنا هقول كلمة كان دايما يقولها، يقول أنا ماسك جمرة نار في إيدي. هو كان بيقول كده، جمرة نار في إيدي بتولع إيديا ومش قادر أسيبها، لو سبتها هتحرق الدنيا. ده حقيقة الشعور اللي عاش بيه على الأقل فترة السنة ونص بتوع اللي كان المجلس العسكري بيتولى فيهم المسؤولية. يعني كانت فترة صعبة جدا جدا جدا، ودي شهادة والله للتاريخ وله. يعني هو في ذمة الله وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني هيؤاخذ الناس، لكن احنا بنقولها دي للمصريين اللي موجودين يبقوا عارفين ان هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة. وهقول لكم مثال حقيقي لسؤال حقيقي كان بيقول، يعني لما حصلت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها بتقول ان يعني ان الانتخابات القادمة ستؤدي الى تولي فصيل معين في مصر، فكان يقول انا يعني انا هبقى في التاريخ، انا اللي سلمت البلد دي لكده. هذا الامر كان يؤلمه كثيرا جدا جدا جدا، لان هو كان على علم وفهم بالاضرار اللي هتمس مصر نتيجة هذا الحكم. فكنت اقول يعني ان هو الضرر بتاع انهيار الدولة ولا تولي هذا الفصيل الحكم. دي نقطة. النقطة التانية هو والله، وانا مش عايز يعني اجزم بشيء ما اعرفوش، لكن كنت احد المسؤولين يعني في الوقت ده، هذا الرجل بريء من اي دم. احداث محمد محمود، احداث مازبيرو، احداث
استاد بورسعيد، المجمع، اي حاجه من الحاجات اللي تمت في الفتره ديت من تآمر لاسقاط الدوله، والله هو بريء منها. وكل من كان موجود من المسؤولين برضو بريئين منها بشكل مباشر او غير مباشر، عشان بس تبقى الامور واضحه. طيب انا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامره عملوها المجرمين والاشرار مش هيكسبوا ابدا، مش هيكسبوا ابدا. واتصور ان الامور اكدت كده. شوفوا اي حد شريف مخلص امين حريص على الناس يطمئن، واي حد تاني غير كده مهما كان مهارته وحنكته في التآمر والتخطيط للقتل والتخريب والتدمير لازم يعرف انه مش هيكسب ابدا. دي حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين. فانا اتقدم للشعب المصري والأسرة المفروض المشير حسين طنطاوي بالعزاء، واتمنى له ان يعني ان ربنا سبحانه يتغمده برحمه ويؤجره على الفتره، على كل الفترات اللي هو اشتغل بيها. المشير طنطاوي ده جيل كبير قوي، ده دخل يعني اتخرج في 56 وحارب في 67 والاستنزاف واكتوبر، واستمر في تحمل المسؤوليه حتى يعني لاخر لحظه لاخر لحظه. فهو في ذمه الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يؤجره خير يجازيه خير الجزاء. يعني اسمحوا لي ان انا النهارده في الافتتاحات ديت كان عندنا خيار ان احنا الحقيقه نأجل الافتتاح ده، وكانت الناس اتحركت لما يعني جايه في الطريق وكده، فقلنا يعني نكمل هذا الامر، لان هو كان رجل جاد يحب العمل، كان رجل جادا يحب العمل. نتكلم الاول على قناه السويس، وبنقول النهارده اذا كان خلال فتره الجائحه ايرادات قناه السويس في 20.6% اذا كنت انا فاكر، و11% في 21، فمش كده يا فندم؟ فانا عايز اقول اتفضل. ال 11% ده رقم مش قليل يعني رقم في ال 5 مليار يبقى تقريبا 500 مليون، ولا مش كده؟ ها؟ يعني خليهم 500 اخي عشان بس 500 مليون دولار يعني. ولسه طبعا احنا كل ما الامور تتعافى كل ما قدرتنا وقدرة القناة على التعافي تزيد. النقطة الثانية فيما يخص التأمين الصحي الشامل، طبعا أنا عايز أقول أن تجربة بورسعيد كل يوم بتثبت أقدامها وبتتأكد لنا يعني كفاءة النظام اللي احنا ماشيين بيه. ولما بنتكلم على 6 محافظات اللي ذكرتهم الدكتورة وزارة الصحة، أنا بس عايز أقول للمواطنين والمشاركين في العمل في هذه المنظومة ان احنا الاجراءات اللي خاصة بعمل التوثيق والبيانات وكلام من هذا القبيل، ارجو ان انتم تتحركوا معنا عشان نستفيد باسرع وقت ممكن بالمزايا التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل. هنا برجع او بنأكد على كلام احنا كنا قلنا فعلا ان احنا ترتبنا ان نخلص أو الدولة المصرية يعني تخلص هذا الأمر خلال 15 سنة، ثم يعني قلنا نضغط لمدة أقل من كده، فتقال إحنا ممكن أوي يعني نضغط نفسنا 10 سنوات. ولما جيت حياة كريمة قلت طب إحنا هنقوم بإجراءات كتيرة جدا جدا فيما يخص الشؤون بتاعة كل الوزارات. يعني وزارة الصحة لها مستشفيات، سواء كانت مستشفيات عايزة ترفع كفايتها أو مستشفيات هتقام طبقا للخط، ونفس الكلام للمدارس بتاعت وزارة التربية والتعليم. يعني قصدي
اللي هي الخطة الاستثمارية أو خطة الوزارات داخل الدولة المصرية. فبما أن احنا اختصرنا الخطط ديت من 10 سنين في حياة كريمة ل3 سنوات، فكنت عشمان ان هم يعني ينزلوا بال10 سنين في اقل من كده، ولكن طبعا لاعتبارات يعني مقدرة جدا جدا يصعب ده، ولكن على الاقل ال10 سنين ممكن تقل شوية لو قدرنا يا دكتور مصطفى، لان العائد الصحي العائد الانساني اللي هيعود على الناس اللي هي عائد ضخم جدا، وبالتالي كل ما هندخل اكبر حجم من المنظومه، اكبر حجم من الافراد في المنظومه او اكبر حجم من المحافظات في المنظومه، هيكون ده ليه تاثير في تحسين جوده الخدمه الصحيه اللي بتقدم للناس. لكن انا على ده جزء الثاني او جزء الاخير في النقطه ديت، من فضلكم ان احنا يعني عمليه التسجيل البيانات، لان هي المنظومه على بعضها مستشفى نظم المعلومات اللي موجودة وبقية الإجراءات الأخرى، لكن أهمها أن احنا نقدر نجمع بيانات كل محافظة وتبقى موجودة على قاعدة البيانات اللي موجودة في وزارة الصحة وفي المستشفيات. أنا بس هتكلم على نقطة كان في الرويسات. أنا مش عارف برضو يا أهاب أنتوا كنتوا شغالين، وأنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده يا أهاب، أنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده، لما كنوا شغالين جنب حتة ما تسيبوش المناطق اللي جنب منها. تمام. هنا هتقول يا فندم ما في المحافظه وبتاع، ماشي، ما احنا ما هنتحاسب. لكن انا النهارده كنت بتعمل الطريق الرئيسي اللي هو بتاع من مدخل شرم الشيخ لغايه المطار تقريبا. أيوة. مش كده؟ أيوة. طيب وانتوا خلصتوه او قربتوا تخلصوه؟ تمام. طب ما كنتوا دخلتوا على الرويسات وايه؟ حاضر يا فندم. مش بس الطرق. تمام. لا مش بس الطرق. شوفوا الصرف الصحي، ما احنا حياة كريمة ممكن نعملها كده يا دكتور مصطفى. شوفوا الصرف الصحي بتاعها. حاضر. شوفوا المية الشرب اللي بتخش لها وبيت الأمور الأخرى اللي ممكن نعملها للناس. تمام. حاضر. دي القرية كلها 5000. حاضر. وبعدين ده من حساب الطريق. حاضر. أيوة أهاب، يعني لما دخلت جوه الحقيقة يعني قلت بقى احنا موجودين جنبهم ومش عارفين نخدم الناس بشكل كويس. حاضر يا فندم. ما يفوتكش الحته دي. حاضر. ولا اي حد كلام ده لينا كلنا يا دكتور مصطفى. اي شركه تبع دي يا اما تبع كنتوا يعني شغاله معاكم او تبع هيئه المجتمعات يا دكتور مصطفى، من فضلكم ما نسيبش حاجه حتى لو خارج التخطيط، حتى لو خارج التخطيط، بس ادوني خبر. حاضر يا فندم. بس ادوني خبر يعني. اوامر. شكرا. انا برضو شبكة الطرق اللي اتقالت اللي قالها، وان انا احنا كدولة مهتمين قوي بيها سواء يعني لسينا او لبقية الجمهورية، وحجم الطرق اللي بتعمله. انا يمكن كلمت الكلام ده برضه دكتور مصطفى، احنا كنا قلنا 7000 كيلو شبكة الطرق القومية، صدقوني احنا تجاوزنا هذا الرقم بكتير قوي، وارجو ان الرقم الجديد يعني يتم اعلانه بالتنسيق مع وزارة النقل ومع هيئه المجتمعات. حاضر. مش كده يا دكتور مصطفى؟ يعني 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 ما يحدث في سيناء لوحده منفصل، اللي بتعمل ده للناس اللي بتتحرك في سيناء وللتنميه اللي احنا بنتكلم عليها، هيبقى ليها تاثير كبير قوي. الربط بين شرق القناه وغرب القناه بالطرق ديت، يعني انا مش عايز اقول، لو تجيبوا لنا الخريطه بتاعت شبكة الطرق. تمام. بما فيها المربوط لغاية جنيفا يا أهاب. حاضر يا فندم. لو ممكن. ممكن يا فندم، اتفضل. لا ارجع جيبي الخريطه بتاعت سينا. طيب بس طيب انا بس عايز اقول نقطه هنا واحده، ان احنا بنتكلم تقريبا في لما نشوف حجم الطرق اللي موجوده كلها، سواء كانت الحمراء اللي خلصت او الخضراء اللي قربت تخلص او حتى المخطط التنفيذي، احنا بنتكلم
حوالي سنتين، في خلال سنتين هنكون خلصنا المخطط ده كله. ولا انا مبالغ كده؟ لا لا فندم، ان شاء الله. مش كده؟ ان شاء الله فندم. يعني النهارده في خلال سنتين ان شاء الله نكون خلصنا كل الشبكه اللي بتكلم عليها في سيناء هنا، سواء كانت للتنميه العمرانيه او للتنميه السياحيه زي ما اتقال او للتنميه الزراعيه. وهنا احنا بنتكلم في اكتر من يعني 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 الدكتور مصطفى بيقول لي 3500 كيلو ده هنا بس في سواء كان طرق رفع كفائتها او تم زياده مسطح الحركه عليها او مشاريع جديده. المهم اللي انا عايز اقول النقطه اللي كنت عايز اذكرها في الحته ديت فيما يخص الزراعه، واحنا يمكن خلال ايام قليله مش كده اهب ان شاء الله فهمت. هنفتتح محطه بحر البقر. بحر البقر، والمحطه دي هتدخل ميه حوالي 5.6 مليون متر يوميا لسيناء، ميه معالجه ثلاثيه متطوره احنا كنا اتكلمنا عنها كتير، ودي اللي هتضيف. لا خلي الخريطه دي من فضلك ارجع اللي انت لا الخريطه اللي بعدها. اللي بعدها بس اثبت على كده اللي هو اللي احنا بنقول ان احنا في المنطقه دي هيبقى في حجم كبير جدا من الزراعه قد يصل الى 500,000 فدان. تمام. عشان رقم ما يتنسيش. تمام. وانا بقول للقوات المسلحه وانت يا لو محمد والفريق محمد اسف والفريق محمد فريد برضو من فضلكم اثناء عمل الشركات امنوهم عشان الاشرار ما لان احنا لازم المشروع ده فيما يخص الزراعه احنا بنضيف اكتر من 500,000 فدان زراعه مستقره بنظم حديثه بنظم متطوره في المنطقه ديت، وما يستتبعه ذلك من تواجد سكاني وتوفير فرص عمل للناس. مش كده يا اهاب؟ تمام يا فندم. فانتوا شغالين؟ احنا شغالين الحمد لله فندم. طيب والعمليه متامنه وكل حاجه؟ انا بس بقولها كده عشان الاشرار يعرفوا ان احنا هنامن ده بشكل قوي، محدش يقرب لحد. متامنه يا فندم، وحتى عاملين خطط مستقبليه بعد الانتهاء من الانشاء ان شاء الله هتبقى متامنه برضه. ان شاء الله. نرجع بس للغرب عشان افهم، يعني اسمحوا لي ان انا اتكلم في النقط دي. هنا يعني شوفوا حجم المحاور اللي اتعملت من الدلتا من القاهرة اللي بتصل إلى سيناء، وعملت ربط ضخم قوي عميق بين شرق القناة وغرب القناة، بين سيناء وبين الدولة. عايز أقول لكم هنا ده طريق السويس، يمكن أهب ما اتكلمش فيها أوي، يعني آسف، اتكلم على جنيفة والأزرق اللي بنتكلم عليه ده، وده طريق السويس. احنا كملنا المحاور العرضية كده وصل للسخنة، مش كده أهم؟ ايوه فندم. مش كده؟ ايوه فندم. وصل للسخنة اللي هما المحورين دول. أيوة. المعنى اللي انا عايز اقوله بس عشان يمكن الناس تتصور ان احنا مبالغين في اقامتنا للطرق والكباري، لا، هي الدولة المصرية لازم تكون حرية الحركة للبضائع وللناس و للأشغال ولكل شيء سهلة على امتداد الرقعة المعمورة في مصر. يعني يمكن على آخر السنة هنفتتح في منطقة الفرافرة وتوشكا، مش كده؟ شارع العينات، حوالي 1300 كيلو ولا 1000 كيلو؟ 1070 كيلو ان شاء الله فندم. هنفتتحهم آخر السنة دي، مش كده ولا؟ ان شاء الله فندم، بخلاف الطرق بتاعت الضبعة الساحل. لا لا لا، انا بتكلم توشكا وشرق العينات كمناطق فيها زراعات متطوره وكلام من هذا القبيل. الخلاصه اللي انا عايز اقولها للمصريين هنا ان اهتمامنا بالموضوع ده هو اهتمام في وضع اسس حقيقيه للتنميه على امتداد ارض مصر، وبالتالي حجم العمل اللي بيتم انا مش عايز اقول ضخم بشكل غير مسبوق، مش كده يا دكتور مصطفى؟ ضخم بشكل غير مسبوق. واللي انا عايز اقوله اللي خلص ضخم غير مسبوق، واللي فاضل مش كتير قوي، ويبقى احنا فعلا قدرنا نوصل ان احنا نعمل شبكه طرق قوميه قد تصل ل 12,000 كيلو او اقل، جديده على اللي احنا يعني كان موجود قبل كده خالص، ثم اللي بنرفع كفاءته ال 12,000 دول بالسبعه اللي قبل كده عشان بس ما حدش يتصور ان ده رقم اخر غير
7000 كيلو، يعني بنقول السبعة قد يمتدوا يبقوا 12000 14000 حسب ما احنا ماشيين بنشوف، ان دايما مناطق تنمية محتاجة ان احنا نعزز بمحاور اكتر، بنعمل محاور اكتر. يعني انا في النهاية بشكر كل الشركات اللي قامت بالعمل ده، وان النفق اللي اتعمل ده زي ما قال اللواء هاب، دول شركتين مصريتين كانوا اشتغلوا في مشروع الاسماعيلية وبورسعيد واكتسبوا الخبرة وعندهم القدرة، طب خشوا اعملوا. ما سمعناش صوت كتير بقى ساعتها، لان خلاص كانوا هم عرفوا القصة ومستعدين نعمل للدول اللي عايزة انفاق، سواء كانت انفاق تحت المية او انفاق بتاعت للمترو والكلام ده. احنا لدينا القدرات والخبرات ان احنا نقوم باي عمل هندسي بالمستوى ده. مرة تانية بشكر كل الشركات وكل القائمين والمشاركين في هذا العمل، وشكرا جزيلا. متشكرين.